اوكي، اذا نكمل في تشابتر 12. اليوم راح نتطرق لموضوع الباور رول، وهو عبارة عن سكشن 12.2. نتذكر بس مع بعض القاعدة اللي تعلمناها في السكشن 12.1. تتذكروا في 12.1 شو اخذنا في 12.1؟ تتذكروا اخذنا انه تكامل مثلا x قوى n dx تساوي، هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن x قوى n plus 1 على n plus 1 زائد ايش؟ زائد constant c. هلا هاي بنسميها اللي هي ايش؟ هي عبارة عن الباور رول، يعني هي عبارة عن ايش؟ الباور رول. هلا درس اليوم هو عبارة عن درس اليوم هو عبارة عن تكامل بالتعويض، هو عبارة عن تكامل بالتعويض باستخدام ايش؟ باستخدام الباور رول اللي هي هاي القاعدة، يعني كويس؟ يعني ما فيش شيء جديد. هلا كيف القاعدة هي بتشتغل؟ كالتالي، القاعدة تبعتنا باختصار هي درس اليوم باختصار كالتالي. أنا بدي أروح أعمل تكامل، لاحظوا بدي أروح أعمل تكامل أنا لفانكشن، ما هذا الفانكشن مرفوع للقوة n، مش بس هيك، وهون مضروب في المشتقة لإله، شايفين كيف؟ فهلا في هاي الحالة كيف بدي أعمل تكامل؟ شو بيجي بعمل؟ بالتعويض. اسم كلمة بالتعويض يعني بدي أعمل إيش؟ بعمل كالتالي، بيجي بحكي على فرض إنه مثلا y تساوي اللي جوا الأقواس اللي هو f x، معناته y فتحة بشتق الطرفين تساوي f فتحة لل x، صح؟ هلا بدي أخلي إيش؟ بدي أخلي dx موضوع القانون، بدي أخلي dx موضوع القانون، فبيجي على y فتحة، بيجي بحكي y فتحة هي عبارة عن dy على dx تساوي f فتحة لل x، بضرب ضرب تبادلي، بصير عندي أنا هون إيش؟ dy شو تساوي؟ f فتحة لل x dx. في حلين، يا إما خلص ما هي جاهزة كلياتها هاي، أو أنا بفضل إنه إيش أخلي؟ بدي أخلي dx موضوع القانون، فبصير الجواب كالتالي dy على f فتحة، مظبوط هيك؟ هي صار عندي أنا هون إيش؟ هي dx. هلا بيجي بشيل دي اكس هاي بحط محلها هاي الكمية بالتعويض، يعني فشو بصير الجواب؟ بصير الجواب تبعي كالتالي، لاحظوا هي تكامل اف الاكس، هيو اف الاكس اللي هو اسمه واي، فبتصير هاي واي قوة ان. هلا اف فتحة بصيبهاش، هي اف فتحة بصيبهاش، محل دي اكس شو بحط؟ بحط اللي بالازرق هيو اللي هو دي واي على اف فتحة للاكس. لاحظوا انه هاي بتشطب مع هاي، لاحظوا انه هاي بتشطب مع هاي، بطلع معي التكامل تاع ايش؟ الباور رول y قوى n دي y، صح؟ هل هاي القاعده تبعت من هي؟ بنعرف القاعده هي x قوى n، كيف اكملها؟ نفس الحاجه، كيف بكمل y قوى n؟ بيجي بحكي هي عباره عن y قوى n plus 1 على n plus 1 زائد c، واخر خطوه برجع محل y قيمتها، شو قيمه y؟ هيها قيمه y اللي هي ايش؟ f x. فبيجي بحكي معناته انا الجواب تبعي هو عبارة عن f x هو n plus 1 على n plus 1 زائد c، وهيك بنكون نحن ايش؟ جهزنا. فالفكرة في الدرس اليوم بالتعويض، بيكون انا في عندي طلعتين، بيكون انا في عندي اقتران ومشتقته جنبه، هي المشتقة موجودة، فهذا إشي بنبئ إنه هذا التكامل بنحل عن طريق إيش؟ التعويض. هاي الطريقة اللي كتبتها هون هي اسمها طريقة التعويض، كويس؟ طريقة التعويض بتخلي إيش؟ دي إكس موضوع القانون عشان أعوض محلها. فخلينا نشوف مع بعض examples، هذا هو فقط فكرة الدرس، هاي example. نشوف مع بعض مثلا كيف نعمل، مثلا رقم واحد، كيف أعمل تكامل مثلا لاثنين إكس تربيع زائد أربعة قوة أربعة مضروبة في أربعة x dx. أوكي، طبعا لاحظوا إنه هي الفانكشن اللي قدامك حسب القاعدة اللي فوق، هذا اسمه f، حسب القاعدة اللي فوق هي القاعدة، هذا اسمه f. هلا اتأكد لي إنه هل المشتقة تبعته موجودة جنبه؟ خلينا نشوف شو مشتقة 2 x تربيع، هاي عبارة عن f فتحة، صح؟ مشتقة موجودة، كل شيء تمام. فأنا هلا شو بيجي بعمل؟ باختصار بيجي بحكي خلينا ناخذ y تساوي f ال x، أنا عندي هون f ال x اللي هو عبارة عن 2x تربيع زائد 4، معناته y فتحة
تساوي 4x. بعدين هلا بدي اخلي دي اكس موضوع القانون، فشو بسوي؟ بيجي على واي فتحه، بحكي انها هي عباره عن دي واي على دي اكس تساوي 4x، وبضرب ضرب تبادلي، يعني دي واي تساوي 4x دي اكس، وبخلي في الاخر دي اكس موضوع القانون، وبطلع الجواب دي واي على 4x. هلا في هاي الحاله انا اكتشفت شو لازم اعوض محل دي اكس. هلا بيجي على السؤال تبعي، اذا السؤال تبعي هي تكامل، هي كليتها اف اللي هي نفسها واي، فبيجي بقول هي واي فوق 4، هي انا عندي هون 4x بصيبهاش، بس هلا محل ايش؟ محل دي اكس بدي احط هي الكميه اللي هي دي واي على 4x، فبشطب هلا 4x مع 4x، بضل الجواب تكامل واي فوق 4 دي واي، وكلياتنا بنعرف انه هي عباره عن واي قوى 5 على 5 زائد 6. هلا بس برجع قيمة واي، صح؟ وشو بصير الجواب؟ بصير الجواب النهائي لازم انا احط هلا اللي هي عبارة عن 2 اكس تربيع قيمة واي كلياتها قوى 5 على 5 زائد 6. هيك بكون ايش؟ الحل جاهز، وانا عملت التكامل المطلوب. طبعا اذا بدي اتاكد شو بسوي؟ اذا بدي اتاكد بروح بشتق، لانه هاي كلياتها اسمها اذا بتتذكروا كابيتال اف، فلو رحت اشتقيت كابيتال اف اللي بتشتقه شو بصير؟ بتنزل الخمسه مع الخمسه بتروح، بصير خمسه على خمسه في 2 اكس تربيع زائد 4، الخمسه بتنقص واحد بتصير 4، فمشتقة مداخل الكوس شو المشتقة اللي جوا هون؟ اللي هي 4 اكس، فهي ما هي بتروح، بضل الجواب 2 اكس تربيع زائد 4 هو 4 مضروبه في 4 اكس، وهي البضاعه اللي هون موجوده هي هون نفسها، شايفينها هي. فحل صح 100%. ناخذ كمان مثال اخر، مثلا لو جينا نعمل تكامل مثلا لجذر 3 اكس زائد مثلا زائد مثلا 1 ومضروبه مثلا ايش؟ مضروبه في ايش؟ دي اكس، وبدي احط هون مثلا 3. فانا بيجي لما اجي اعمل هذا التكامل بيجي بيني وبين نفسي بحكي واضح انه انا في عندي اقتران، هي الاقتران اللي هون اف، احنا سميناه اف او بنسميه واي، لاحظوا هذا الفانكشن اسمه اف او ايش؟ او اسمه واي يعني. فانا عندي هون الفانكشن هذا هو اف اللي هو نفسه واي، ولاحظوا انه المشتقه تبعتها هي، وهي واي فتحه صح؟ او اف فتحه اذا بدك موجوده يعني. فبيجي بعمل بالتعويض، بيجي بحكي ناخذ واي تساوي اف في الاكس اللي هي 3 اكس زائد 1، بعدين ايش واي فتحه بتطلع الجواب معنا 3، بعدين ايش بدي اخلي انا دي اكس موضوع القانون، بدي اخلي انا دي اكس موضوع القانون، فشو بيجي بعمل؟ محل واي فتحه بحط دي واي على دي اكس تساوي 3، وبضرب ضرب تبادلي تساوي 3 دي اكس، وبخلي دي اكس موضوع القانون، وبطلع الجواب دي واي على 3. فانا هلا اكتشفت شو لازم احط محل دي اكس. فبيجي على السؤال، بيجي بحكي هي 3 هي بصيبهاش، وهي الجذر اللي جوا اسمه واي، هيو من هون، ودي اكس محل دي اكس شو بحط؟ بحط اللي هي دي واي على 3. فاول خطوه بتشطب 3 هي مع 3 هي، فبضل الجواب عندي ايش؟ تكامل واي هو نص دي واي. وهي تعلمنا كيف نعمل تكامل من خلال سكشن 12.1. فشو بيجي بعمل؟ هي عباره عن واي قوة نص زائد واحد على نص زائد واحد، وبجمع سي لأن التكامل غير محدود. فشو بطلع معنا الجواب النهائي هلا؟ بطلع معنا هي واي قوة نص زائد واحد يعني 3 على 2، وهي 3 على 2 زائد سي، يعني المقام لما يطلع بنعكس بصير 2 على 3، محل واي هي الجذر التربيعي، وهي هون واي قوة 3 زائد سي. هلا بضل بس آخر خطوة اللي هي أرجع قيمة واي محلها، شو اسمها واي؟ هي واي 3x زائد 1، فبحط هون هي الجذر، هي 3x زائد 1 وهي زائد c، هيك بيطلع جواب جاهز على الاخر. هلا ممكن نعطي كمان سؤال بهي الصورة مثلا، لو حكينا كمان سؤال 3، لاحظوا مثلا سؤال 3، ممكن أعمل تكامل بهي الصورة، مثلا 3x تربيع زائد 6x مثلا مضروبة في x زائد 1. أكيد هنا في طريقتين للحل. طريقتين للحل، فبدي اكتب الطريقة الأولى، هي بدي أسمي مثلا ايش؟ الطريقة الأولى يعني ميثود 1، ميثود 1 يعني الطريقة الأولى،
مثل ولا الحل بيجي على فرض انه هاي واي، لاحظوا انه هاي تقريبا هي واي فتحة مش ماي واي فتحة بس تقريبا، يعني كيف يعني؟ شوف شو بعمل، بجي بعمل كالتالي، انا عندي هاي واي تساوي 3 اكس تربيع زائد 6 اكس، معناته واي فتحة شو تساوي؟ 6 اكس زائد 6. اكيد انا بدي اخلي دي اكس موضوع القانون زي ما كنا نشتغل قبل شوي، فبيجي على واي فتحة اللي هي عبارة عن دي واي على دي اكس تساوي، لو طلعت من هون 6 عامل مشترك بضل اكس زائد 1، لو ضربنا ضرب تبادلي بصير دي واي بيساوي 6 في اكس زائد 1 دي اكس، وبدي اخليها للدي اكس موضوع القانون، فبيجي بحكي معناته دي اكس لازم تساوي دي واي على 6 في اكس زائد 1. هلا صارت معروفة عندي، شايفين كيف؟ هاي دي اكس معروف. هلا بيجي على السؤال، بحكي انا معناته السؤال تبعي هاي كلها واي، هلا اكس زائد 1 بصير هاش، محل دي اكس بحط قيمتها هيها اللي هي عبارة عن دي واي على 6 في اكس زائد 1. فلاحظ انه بشطب عندي الاسود مع الازرق، بضل عندي تكامل واي دي واي، وفي عندي في المقام 6 بطلعها لبرا اللي هي عبارة عن 1 على 6. هلا صفى سؤال سهل التكامل، شو تكامل اللي هو تكامل الواي اللي هو عبارة عن واي تربيع على 2 زائد سي، وشو بتصفي بالنهاية؟ بتصفي معي بالنهاية بهاي الصورة اللي هي 1 على 12 محل واي بحط قيمتها هلا هاي زائد سي، قديش قيمة واي؟ هاي 3 اكس تربيع زائد 6 اكس. هاي الطريقة الأولى، وهيك بنكون حلينا السؤال. أكيد الطريقة الثانية أنا بزبط هون كمان طريقة، فبدي أروح لطريقة إيش؟ نسمي هاي ميثود 2. هلا ميثود 2 بجي بعمل كالتالي، أنا في عندي تكامل بس أكتب السؤال اللي هو عبارة عن 3 إكس تربيع زائد 6 إكس مضروبة في إكس زائد 1 دي إكس. لاحظوا هون ممكن مثلا شو أعمل؟ ممكن أجي أوزع هاي هون وهون، فبصير عندي هون هاي تكامل، لما أوزعهم شو بصير؟ بصير عندك 3 إكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع مضروبه في الواحد، وايضا في عندي 6 اكس بضربها في الاكس بصير عندي 6 اكس تربيع، ولما اضربها في الواحد بضل 6 اكس. فممكن هلا اجمع الحدود المتشابهه كويس، فبصير عندي تكامل 3 اكس تكعيب زائد 9 اكس تربيع زائد 6 اكس. واهلا صف سؤال تكامل مباشر اللي هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن 3 اكس كو 4 على 4 زائد 9 اكس 3 على 3 زائد 6 اكس 2 على 2 زائد سي. وهذا اذا بنبسطهم بيطلعوا بهي الصوره اللي هم عباره عن 3 ارباع اكس كو 4 زائد هي فيها 1 هي فيها 3 اكس تكعيب و6 على 2 اللي هي 3 اكس تربيع زائد سي. هذا الجواب النهائي. هلا نفترض انه هذا الجواب اللي طلع معنا هون، هذا الجواب يفترض انه يكون 100% نفس هذا الجواب اللي هون. لاحظوا انهم مبينين ايش؟ مبينين كانهم مش زي بعض. بس تعال نشوف مع بعض الفك هاي اللي بتفكوها بتطلع نفسها. كيف يعني؟ اذا بتيجي هون انت مثلا هون لازم نحط تربيع صح؟ لانه هون من التربيع في عندي تربيع هون. اذا بيجي بفك هاي بتطلع معي نفسها. كيف يعني؟ خلينا نشوف مع بعض. هي لو جينا على على 1 على 12 3 اكس تربيع يس زائد 6 اكس المفروض يطلع نفسه. خلينا نشوف مع بعض. احنا في عندنا هون بس بدي اكتبها 1 على 12، نجرب نشوف هل 1 على 12 في 3 اكس تربيع ناقص او زائد 6 اكس زائد 6 اكس الكل تربيع زائد سي، هل هاي تساوي 3 على 4 اكس كو 4 زائد فائد سي؟ خلينا نشوف. بيجي على الطرف اللي هون، انا في عندي 1 على 12، تعال نفك هاي، الاول تربيع 9 اكس كو 4 زائد القارب تقول 2 الاول الثاني زائد الثاني تربيع 36 اكس تربيع، في عندي هون زائد سي، خلينا نشوف شو بيطلع معنا. اوكي بيجي بقول 9 على 12 هي عباره عن 9 على 12 اكس كو 4 زائد 2 في 3 6 في 6 12 6 2 في 3 6 في 6 30 36 اكس كو 3 على 12 زائد
30 36 على 12 اكس تربيع. خلينا نشوف زائد سي شو بيطلع الجواب. ويساوي هاي على 4 على 3 فيها 4 على 3 فيها 3، بيطلع الجواب 3 على 4 اكس هو 4، هاي فيها 1 هاي فيها 3 زائد 3 اكس تربيع، هاي فيها 1 هاي فيها 3 زائد 3 اكس تربيع زائد سي. شو رايكم؟ نفسها ولا مش نفسها؟ هاي نفسها. إذا الجواب تبعنا صح 100% والطريقتين صحيحات. ف يعني في هذه الحالة ممكن نستخدم الطريقة الأولى، ممكن نستخدم الطريقة الثانية، بس ممكن أعطي مثال هلا ما بتزبط الطريقة الثانية. يعني أنا حليتها هون بس مش دائما بتزبط الطريقة الثانية، عشان هيك لازم تكونوا عارفين الطريقة الأولى التعويض. بدنا ناخذ مع بعض مثال زي رقم 4 هلا ونشوف مع بعض مثلا كيف نعمل التكامل التالي. مثلا إكس تربيع ناقص 1 على إكس تكعيب ناقص 3x هو 3. هلا هون لازم استخدم فكره ايش؟ التعويض. بمعنى انا عندي هون بسمي هاي واي، واللي فوق راح تطلع معي شيء شبيه قريب في واي فتحه، مش نفسها بس قريب منها. خلينا نشوف مع بعض. هاي واي تساوي مثلا اكس تكعيب ناقص 3x، وبدي اشتقها هلا فبتصير واي فتحه تساوي 3x تربيع ناقص 3. هلا انا معني احط دي اكس موضوع القانون، فبيجي على المشتقه تبعتي بعمل دي واي نفس الحاجه على دي اكس تساوي 3، بطلعها برا على المشترك بضل عندي اكس تربيع ناقص 1. ولو ضربنا ضرب تبادلي بطلع 3 في اكس تربيع ناقص 1 دي اكس، ولو خليت اكس دي اكس موضوع القانون راح يطلع معي دي واي مقسومه على 3 في اكس تربيع ناقص 1. فانا هلا اكتشفت شو لازم اعوض محل دي اكس، وبرجع على السؤال هلا وبحكي للسؤال انا عندي هون هاي التكامل اكس تربيع ناقص 1 بصفهاش، محل دي اكس بحط هون ايش؟ دي واي على 3 في اكس تربيع ناقص 1. هلا المقام عندي انا هون واي قوة 3 صحيح؟ معناته انا هلا اكس تربيع ناقص 1 مع اكس تربيع ناقص 1 بتروح، بظل عندي ايش؟ بظل عندي التكامل هي دي واي في البسط على واي تكعيب في المقام، واحد على ثلاث برا، رقم ثابت. هلا بقدر اطلع الواي قوة ثلاث من المقام على البسط، فبصير عندي ايش؟ تكامل واي قوة سالب ثلاث، وبعمل تكامل عادي. شو تكامل واي قوة سالب ثلاث؟ هي عبارة عن واي اجمع واحد بتصير سالب اثنين على سالب اثنين زائد سي. معناتها بطلع الجواب سالب واحد على ستة، لأن سالب اثنين في المقام، والواي اتر بهودها تحت بصير موجب 2 زائد سي. اذا في هاي الحاله بس ما علي غير ايش؟ اروح اجيب قيمه واي احطها محلها. شو اسمها واي؟ اللي هي اكس تكعيب ناقص 3 اكس. فبيجي بحط هون اكس تكعيب ناقص 3 اكس وهي قوه تربيع. هاي الصوره بتطلع التكامل جاهز. اوكي، يعني بدي اعطي مثال قبل ما اروح على الابلكيشن، كمان واحد هيك مراجعه خمسه. لو جينا اعطينا كمان سؤال بهي الصوره، كيف اعمل تكامل اكس تربيع زائد 3 قوه 2 دي اكس؟ لاحظوا هنا ما بزبط التعويض، ما بزبط اجي اعمل تعويض هون، انتبهوا يعني هنا ما بزبط. يعني اذا بيجي بعمل واي تساوي اكس تربيع زائد 3 does not work. Does not work يعني ما بتزبط. ليش؟ لأنه إذا عندي هاي واي وهي واي فتحة بتطلع واي فتحة بتطلع 2x، ما فيش هون 2x، لا يوجد، لا يوجد 2x مظبوط؟ أو لا يوجد كمان ايش؟ على الأقل، على الأقل لو إنها تبقى موجودة x على الأقل 2 بندبرها 2، بس ال x مش موجودة وبالتالي ما بزبط التعويض. عشان هيك هاي بس فقط ايش؟ بروح على قاعدة إنه ايش؟ الأول زائد الثاني لكل تربيع بيساوي الأول تربيع زائد اثنين الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. فأنا عندي الأول هنا إكس تربيع، لما أربعه بصير إكس قوة 4 زائد اثنين الأول إكس تربيع في الثاني 3 زائد الثاني تربيع اللي هو 9 وبنكمل. فبصفي عندي التكامل اللي هو عبارة عن إكس قوة 4 زائد 6 إكس تربيع زائد 9، وهذا تكامل سهل على السريع بيطلع معنا إيش؟ اللي هو عبارة عن إكس قوة 5 على 5 زائد سي. وبس فينا نختصر هون إنه هي 3 فيها 1 هي فيها 2، فبصفي
اكس قوة 5 على 5 زائد 2 اكس تكعيب زائد 9 اكس زائد سي. يعني مثال اخر. هلا بدي انتقل للابلكيشنز، تطبيقات، والتطبيقات كلياتنا بنعرف انه شو علاقه المارجنال ريفينيو بالتوتال ريفينيو. اذا اعطيتك مارجنال ريفينيو وطلبت مثلا التوتال ريفينيو بعمل تكامل للمارجنال، وناخذ ابلكيشنز على هيك امثله. فنشوف مع بعض السؤال التالي اكزامبل. على فرض انه انا مثلا يعني given ايش؟ اعطيتك انا مثلا مارجنال ريفينيو يساوي مثلا سالب 30 على 2 اكس زائد 1 الكل تربيع زائد 30 مثلا. كويس. هلا بدنا نشوف مع بعض. طبعا هون اكس اللي هي ايش؟ على فرض انه اكس اللي هي number of units مثلا solved. اوكي، يعني هون اكس هي number of units solved مثلا. اوكي، هلا شو السؤال بحكي لنا؟ السؤال اول حاجه بحكي لنا مثلا رقم واحد find total revenue، ورقم اثنين مثلا لو بدنا نروح نطلع مثلا find revenue مثلا find total revenue مثلا على فرض ان بدنا نروح نطلع revenue وين مثلا ايش when one unit is being ايش مثلا is being solved. اوكي، فخلينا نشوف مع بعض شو بتطلع الجواب. اول حاجه معطيك انا مارجن ريفينيو، لاحظوا معطيك المشتقه يعني بطلب منك الريفينيو. فرقم واحد عشان نطلع الريفينيو لازم اروح اعمل تكامل مثل ما شفنا في السكشن اللي قبل للمارجن. فبيجي بعمل انا هون تكامل لمين؟ هي تكامل، بجيب المارجن زي ما هو، هي سالب 30، هي 2 اكس زائد 1 الكل تربيع، هي زائد 30 و كل هاي دي اكس. اوكي، طيب صفى عندي سؤال تكامل. هلا تذكر معي انه انا هون عندي لو جيت فرضت هاي واي المشتقه لإلها تطلع 2، بقدر ادبرها من فوق، فيش مشكله، فبظبط تكامل بالتعويض. فانا بدل اعمل كالتالي، بيجي بحكي ناخذ واي تساوي 2 اكس زائد 1، معناته واي فتحه تساوي ايش؟ 2. ما دام واي فتحة تساوي 2، بس انا بدي دي اكس هلا، فبيجي بعمل دي واي على دي اكس تساوي 2. معناته بدل اعمل كالتالي، من هاي بدل استنتج انه ضرب تبادلي بيطلع معي دي واي بيساوي 2 دي اكس، معناته من هون بستنتج انه دي اكس تساوي دي واي على 2. هذا اللي بدي اياه. اوكي، عشان اعرف شو احط محل دي اكس. هلا هون التكامل، لاحظوا بقدر اوزع التكامل، يعني هي عباره عن تكامل سالب 30 على 2 اكس زائد 1 تربيع دي اكس لحاله، زائد تكامل 30 دي اكس لحاله، من خصائص التكامل بقدر اوزع. هلا بيجي على اول واحده هي، طبعا احنا بنعرف هي تكامل، هي سالب 30، وانا تحت عندي في المقام بدي احط محل 2 اكس زائد 1 اللي هي واي، هي واي تربيع، ومحل دي اكس بدنا نحط ايش؟ اللي هي هاي القيمه اللي هي دي واي على 2. طبعا زائد ايش؟ تكامل ال 30 هو عباره عن ايش؟ 30 اكس، وفي الاخر بنحط سي لان تكامل المحلول. هلا بيجي اشطب، هاي 2 بتروح، هاي فيها 15 بالسالب، وبطلع الجواب ايش؟ سالب 15 في تكامل واي، هاي بتطلع لفوق بتصير واي يكون سالب 2 دي واي، طبعا زائد 30 اكس زائد سي. هلا صف التكامل سهل، لانه سالب 15 رقم 3 بالزمن، هاي واي عباره عن سالب 2 نجمع لها 1 بتصير سالب 1، وقسم على المجموع اللي هو سالب 1 زائد 30 اكس زائد سي، سالب مع سالب بروح بضل 15 اكس زائد سي. طبعا احنا بنطلع في ايش؟ في الريفينيو اللي هو ار اوف اكس. بس انا هلا شو بدي اسوي؟ بدل ارجع محل واي قيمتها، هي قيمه واي 2 اكس زائد 1، فبيجي بحكي معناته ار اوف اكس بدها تساوي هي 15 هون، هي 2 اكس زائد 1 في المقام، هي 30 اكس وهي زائد سي. هذا هو ايش؟ هذا هو التوتال ريفينيو. بس نتذكر مع بعض ان التوتال ريفينيو في
جواته مجهول اسم سي. كيف بدي اطلع سي؟ اذا بتتذكروا انه التوتال ريفينيو دائما هو عباره عن ايش؟ بي في اكس، صح؟ وعباره عن ايش؟ عباره عن بي في اكس، وبالتالي دائما بي عند الصفر صفر، مهم جدا. اذا بيجي بحكي هون تو فايند سي ويوز ايش؟ وي صفر. فشو بصير؟ بصير كالتالي، انا عندي هون هاي ار عند الصفر تساوي هاي 15 بعوض مع زائد 30 في صفر زائد سي، واحد اللي هي 15 زائد صفر زائد سي. فلاحظوا انه هون سي بتطلع ايش؟ سي تساوي سالب 15. فبرجع هلا بعوض محل سي قديش؟ سالب 15. فشو بصير معي الجواب النهائي؟ الجواب النهائي بصير معي بهي الصوره 15، بصير عندي ريفينيو هون هيو ريفينيو ار اوف اكس يساوي 15 على 2 اكس زائد 1 زائد 30 اكس، اوكي؟ زائد 30 اكس اوكي. إذن بصفي عندي ايش؟ الريفينيو هو عبارة عن R of X بيساوي 15 على اللي هو 2X زائد 1 زائد 30x، محل سي بحط ايش؟ سالب 15، وبالتالي احنا طلعنا ايش؟ توتال ريفينيو بشكل نهائي. هلا بضل المطلوب الثاني اللي هو السؤال بيقول بدنا نطلع لنا ريفينيو، بدنا ريفينيو لما 1 يونت از بينج سولد، بس 1 يونت. فبعوض ايش؟ بالريفينيو بس 1، بروح على الريفينيو تحت بشوف قديش ار عند الواحد، بطلع الجواب 15 على 2 في 1 زائد 1 زائد 30 مضروبة في 1 ناقص 15، فبطلع الجواب 15 على 3 زائد 30 ناقص 15، يعني بطلع الجواب 15 على 3 اللي هي 5 زائد 30 ناقص 15 اللي هي 15، وبطلع الجواب 20 طبعا ايش؟ دولار. إذا هذا تطبيق مباشر كيف نستخدم التكامل بالتعويض باستخدام الباور رول، اللي هي ايش؟ كيف نعمل تكامل الباور رول، يعني كيف نعمل تكامل ل y قوى n dy. الجواب y قوى n plus 1 على n plus 1 زائد c، هنسميها الباور رول للتكامل for integration، يعني for integration. كل تطبيق تبعنا بيكون عليها. وايضا امتى استخدم التكامل بالتعويض، يعني كيف استخدم التكامل بالتعويض، اللي هي الفكره كالتالي: لما يكون عندي انا هنا function هو n وجنبه تقريبا المشتقه له f فتحه dx، ساعتها باختصار راح يطلع معنا ايش؟ يعني باختصار انا شو بيجي بعمل زي ما شرحت لكم، بس بحط ايش؟ محل f x y، وبالتالي y فتحه يساوي f فتحه، ونفس الحاجه بخلي dx موضوع القانون، فبطلع معنا ايش؟ يعني dy بتساوي f فتحه لل x dx. اذا انا هلا محل هاي الكميه كلياتها، محل هاي الكمية كلياتها تقريبا بنحط اللي هي عبارة عن dy، فهي dy، وأنا عندي هون إيش؟ هاي محل f x، إيش بحط محل f x اللي هي y، فبصير عندي y قوى n، هاي تكامل. فأنا صفى عندي إيش؟ اللي هو إيش؟ الباور رول تاعت الانتجريشن، فهي جوابها y قوى n plus 1 على n plus 1 زائد c، وبالنهاية برجع محل y كنت هي f ال x و n على n plus 1 زائد c، وبهي الصورة بيكون هذا السكشن is completely done. يعني هي أهم فكرة في هذا السكشن، كيف أطبق على قاعدة الباور رول،
وبما يضمن انه ايش طبعا المقام لا يساوي صفر، يعني بمعنى انه ان لا تساوي سالب واحد. طبعا اذا ان ساوت سالب واحد، لاحظوا اف ان تساوي سالب واحد، معناته انا بعمل تكامل اكس هو سالب واحد، وهي التكامل تبعها هو عباره عن واحد على اكس، وهذا راح ناخذه في السكشن الجاي اللي هو عباره عن لين قيمه مطلقه لاكس زائد سي للدرس الجاي. بتمنى تكون صورة واضحة. طبعا هذا كل ما يتعلق في سكشن 12.2.